كالعادة. بالطبع. طبعا احنا معنا ايضا مداخله هاتفيه من احدى السيدات اللواتي حضرنا القمه، قمه 29 العربيه، هند الزاهد. اهلا وسهلا هند. اهلا فيكم، اهلا فيكم غزال العبير ورؤى، اهلا حياك الله. اهلا وسهلا هند. يعني وجودك او تجربتك خليني اقول في القمه العربيه 29، حدثينا عن هذه التجربه. والله تجربه اكثر من رائعه، يعني أنا جدا سعيدة بتواجدي بالأمس. كانت بالنسبة لي تواجد تاريخي، نعم، وخاصة لما أشوف تواجد للمرأة السعودية لأول مرة في محفل بهذه الأهمية، وسعدت أيضا بالخطاب لخادم الحرمين الشريفين بالكلمة الافتتاحية. قال جملة جدا مهمة أعتقد نحن ضروري نعيها جميعا. قال: يؤكد لكم أن أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها، طامحة بشبابها وشاباتها. صحيح. أنتوا تخيلوا قديش أنا كنت سعيدة بسماع هذه الكلمة. يا سلام. يعني يا أستاذة هند، أنت كنت متواجدة عن قرب، لو تقولي لنا يعني أهمية هذا المحفل الدولي لك أنت شخصيا. طيب، احنا طبعا يعني حضرت المرأة السعودية بدعم خاص في رؤية المملكة 2030، تمكينها في سوق العمل، تشجيعها على اقتحام المجالات الجديدة. نعم. رأيي يعني احنا كمشاركتنا كسيدات كحاضرات للجلسات ما كان الا جزء من تطبيق هذه الرؤية. نعم. وزي ما شفتوا يمكن ان ما اقتصر وجود السيدات فقط على الحضور، ايضا كان في عدة ادوار للسيدات بدءا من التنظيم، وشفناهم ايضا في الاستقبال. ايضا كان في سعوديه تعملنا في المطبخ تجهيز وجبات الضيوف. جميل. يمكن سمعتوا عن شابه الاعمال نور المقيطي صاحبه مطعم نوريات، كانت هي المسؤوله والمشرفه الرئيسيه على المطبخ للوجبات الشعبيه. ايضا كما يعني موضوع المركز الاعلامي اللي كان مليء بالسيدات الشابات السعوديات متخصصات في مجال الإعلام، صراحة كان شيء جدا جميل. جميل. أكيد الأستاذة هند الزاهد عضو مشارك في القمة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأرجع وأقولها من جديد فخورين فيكم. أكيد. عودة من جديد إلى الأستاذة